مرحبا جميعا. بعد مدة عمل هيك على التشانل اللي أنا كنت بشتغل عليها اللي كان اسمها أركيتكت لمدة سنتين ثلاث، في السنة الأخيرة أو في الشهرين ثلاث الأخيرين لقيت أنه أنا صرت أشمل مواضيع مختلفة. هاي المواضيع المختلفة عبارة عن حكي في مواضيع عامة كنت ألاقي أنه هي مواضيع لازم ينحكى فيها، أو مواضيع مهمة، أو معلومة لازم تتشير، أو موضوع هام شاغل الرأي العام، فلقيت أنه أنا لازم أحكي في هاي المواضيع. فصارت التشانل شوي المواضيع اللي عليها مختلطة على الناس، يعني مرة تلاقي فيها public speech، مرة تلاقي فيها حكي عن قضية منتشرة في الشارع الأردني أو الشوارع البلدان العربية، مرة تلاقي فيها فيديوهات تعليمية، مرة تلاقي فيها فيديوهات عن هندسة العمارة. لقيت الأنسب من هيك أنه نهدي شوي، بما أنه في عندنا تشانل تانية اسمها A-Learning Pro، اللينك تبعها أو الاسم تبعها راح يكون في الفيديو. فلقيت منه هاي التشانل اوريدي موجودة، فإحنا عندنا ability أنه إحنا نفصل المحتوى لا جزئين. المحتوى الأول راح يكون المحتوى التعليمي اللي هو راح يكون على A-Learning Pro، والمحتوى الثاني اللي هو Public Speech اللي راح يكون على J-Talks، اللي إحنا غيرنا اسم هاي القناة صار اسمها J-Talks، فصارت هي القناة اللي راح تعنى بالحكي في المواضيع العامة والمواضيع اللي ممكن تكون مفيدة والمواضيع اللي بلاقي انه ممكن تفيد عدد من الناس. قد ما كان هذا العدد راح احكي فيها على الشانل اللي اسمها جي توكس اللي نازل عليها الفيديو. والشانل الثاني اللي هي اي ليرنينج زي ما حكينا راح تكون هي الشانل اللي بتعنى بالتعليم، ممكن نعلم فيها السوفتوير، ممكن نعلم فيها اشياء هندسية، ممكن نحكي فيها شوي عن العمارة والى اخره. ممكن يكون في موضوع مشترك للتو شانل، ممكن نحكي هذا الفيديو ينزل على A-Learning وينزل برضو على J-Talks. هلأ الفكرة في الموضوع انه شوي الشغل على التو تشانلز بيغلب، فبحب اني انا اسمع من جهتكم ايش النصائح اللي انتم شايفينها، لانه دائما الفريش اي راح تعطي معلومات جديده عن الفيديو او عن المنتج اللي الواحد بيطلعه. فاذا في مواضيع معينه ممكن نحكي فيها، او اذا في مثلا خلينا نحكي جرافيكس معينه ممكن نطبقها، او اذا في طريقه مونتاج معينه ممكن نعملها، او اي شيء بخص الفيديوز اللي بتنزل، فيا ريت اني انا اسمع من جهتكم اي شيء عن هذا الموضوع يساعدني في أنا أطور هذا الكونتنت أو المحتوى اللي أنا عم بحاول إن أنا أحطه على اليوتيوب. العملية هي عملية تعليمية وعملية مشاركة آراء، فياريت إن أنا أتعلم منكم وإنكم أنتوا تحاولوا تتعلموا من المحتوى اللي أنا بدي أقدمه، إذا كان هذا المحتوى مفيد بالنسبة لكم وبالتخصص اللي أنتوا تشتغلوا فيه. الشغلة الثانية إنه الحدا الانترستد اللي بيحب إنه يشوف هذه الأشياء ياريت لو يشتغل، أو ياريت لو يعمل سبسكرايب، اشتراك في القناة، ويفعل خاصية الجرس او النوتيفيكيشنز بيل الموجود تحت الفيديو، ويشاركني دائما برأيه، يعطيني اراء اقتراحات لمواضيع او توبكس بتحبوا انه ينحكى فيها، لانه الموضوع مش بس ان انا عم بحاول اشير المعلومات اللي انا بعرفها بقدر ما انه انا كمان بحاول استفيد من المعلومات اللي باخذها منكم، المواضيع اللي بتطلبوا انه ينحكى فيها انا كمان بقرأ عنها وبتعلم عنها اكثر واكثر. فالعملية تبادلية ان شاء الله، والطرفين ان شاء الله انهم بيستفيدوا. ان شاء الله انه يكون الموضوع ممتع ومهم لشريحة منيحة او لشريحة كبيرة من المهندسين، شريحة كبيرة من الناس، وخلينا نشوف. يعطيكم الف عافية.